السلام عليكم ورحمة الله وسعتكم الله. والحين عندي شيء مهم الحلقة. قمنا نشتغل بسرعة، خلاص من ندخل في الحلقة ديركت نشتغل بسرعة، لأن قمنا نحصل شغلات محتاجين نسوي لها ريسيرش بسرعة. وين يلو ساينس؟ ويت، ليش ما عندي؟ ليش ما عندي البحث الأصفر؟ لازم أسوي ريسيرش حق شيء بس ما أذكر شو كان بصراحة. أسوي ريسيرش حق شيء يفتح لي اللي هو البحث الأصفر. ويت، يمكن مريت عليه حتى. أيوة هذا هو، فاكتس هاي تك ساينس باك. هذا بيكون مصيبة، يو هذا بيكون مصيبة. لين نسويه؟ ليش انا بسوي هذا؟ خبركم الحين شو الترتيب. لما نسوي البحث الاصفر على اساس نقدر نسوي ريسيرش حق لوجيستيك سيستم، ونبدأ نستعمل روبوتات حق شغلات ثانية. نقول كربوت كارك وشو بعد وايد مهم، بس نبغى الحين نسوي البنفسجي، ان هذا يسوي ريسيرش معنا البنفسجي. نحن بعد ريت عنا البنفسجي. انزين، بس زين ان عنا نحن بلانز. بلانز ترى وايد يوفر، وايد يوفر. عنا نحن اي ليزر في الستوك اذا بمتد. ليزر 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 ليزر، ما ظن عنا ليزر بالستوك. عنا 65 ليزر. ها نايس، عنا 65 ليزر. يقل الاعتماد على الرشاشة شوي، اللي هو ممتاز. شوفوا هذا 65، اوكي. لان بسوي ريسيرش انا بعد حق ارتلري، حسب نظر نقصف من بعيد، والارتلري بعيد بصراحة، ولازم اسوي البنفسجي في كل الاحوال. يلا خلنا نشوف شو بنسوي. هذا شكله مكان مصنع ناجح. بأخصفهم بس ما بعرف وين أبدأ. استوي أحط أوفرلاب، أكبر بس هذا لمجرد تكبير. استوي بس ما بيكون أوكي، بيكون كترة. بمد من فوق مش من تحت، لأن فوق عندي موارد. منو راقد على اوف المستعمرة مكبرها. لا لازم ارتلري، انا لازم اقضي على المنطقة هاي بصراحة. على المنطقة خلنا امتد فوق. عمي موضوع طويل ترى، امتد حق السلاح ونمتد حق هذا ونمتد حق ذاك. ما عندي مكان الحين انتج فيه. هذا عندي مكان، خلنا اجرب احطه هنا. عندي مكان، نجرب نحطيه. بس وين بوصل هذا لين هناك؟ بوصله مو مشكلة. تعال تعال خلنا نشوف شو باركم. تعال وا مصيبته. تعال عنده اي بالي كونكريت بعد. خلهم يبنون حين العمال. بس شو بسوي؟ لوجيستيك تشين مالي لازم يكون، لا مضبوط مضبوط مضبوط. لوجيستيك تشين مضبوط. عندنا اصلا عندنا 23 روبوت بوت. بعد كم وصل عددهم يا جماعة؟ 1.9 900. اوكي زين. عندنا هني كيف الانتاج؟ مسويين زحمة شكله، تصدقون؟ بس خلنا نشوف، لأن قمت أعرف المصنع من بعيد، بس يسوي كونكريت أماكن التصنيع. فا it's very nice.
دايما القياس يضيع عندي، بس مو مشكلة. عندي وايد وايد روبوتات عادي. امور طيبة، خلنا نشوف. كلها فل، هي كلها فل. انزين، شيبوا ولا مالي الحين اتحفوني. اخ يبالي سيركت احمر. اخس شيبر، أو شيبر بلاستيك أكيد. بلاستيك عندي تحت، تحت ولا فوق؟ كان تحت. ايه لا فوق، يسار، مكان ضخم يسار. هذا البلاستيك دوم زايد. شو عندنا؟ لحظة خلنا اسوي ريسيرش. نوصل لل لوجيستكس، نبي نوصل حق السوالف، لأن هذا بيفتح لنا بريكن كورس. لا خله، أنا بوصل أرتيلري حق القصف بسرعة، بس ما في اسمه بسرعة، لأن في أصفر بعد ورا. الأصفر هذا لازم نسوي بنفسجي. ليش؟ لأنه شو يحتاج؟ يحتاج هذا. والله يكون فنان، بس فنان فنان. نور كار سبيد استراكشن روبوس، نزيد مكان. خلنا نشوف، نسوي فلود واجن ضربة، خلنا نسوي بيرسونال بعدها ضربة واحدة. بسوي لنا دروع شكله، والله ما قدر الوضع ما غير دروع. انزين، شو قلنا بنسوي؟ أول شي قلنا بنسوي بنجيب سبلتر، بنلقاه هني. اسمي خط طويل، اقول لك طول اشياء مو مشكلة. بس هذا اهم شيء. اخر شيء طلع تحت. انزين، هذا البلاستيك، غير بلاستيك في بعده، بس خلاص الباقي انتاج داخلي. بس كل انتاج داخلي، واني في هذا الخط خط من هذا. هني تستوي الخبصة الصدق، الامور تشربك بالطريقة هاي و يصير خربطان وايد.
وأخطاء بيزل. برأي المسافة عادي المشكلة. نشوف كيف بندخلهم الحين للموضوع الأهم. خلينا نعدل الخط لحظة. الخطوط اللي بتستوي الحين زين. هذا بيسحب هذا وهذا هايل. الخط اللي جايبنا انا مكس لانه هني بيش البليت بيش الكبر أظني. شو بسوي؟ أعطونا فلتر انسيرتر. زين فلتر انسيرتر هني شغله يشل الكبر عقه هني مش خوي عادي. تعال زين فلتر انسيرتر هني شغله يشل الحديد ويعقه وين هني يستوي عندنا الناتج. الحديد يدخل هني اوكي ومن هني هالصوبين هايل. هني ان شاء الله تكون صح. هذا كله حق البحث البنفسجي ترى. بعد ما خلصنا البروجكتات هني تطول والله صراحة تطول من خاطر. عندهم كل شيء ماشي صح. انا يعني وين الانتاج قاعد يحطونه سؤال. هذا هو زين. هذا محتاج لنا حق المصنع هذا. صبر بعد صبر بعد 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 علي بولا ستون برك بولا ستون برك مش خوية عشان يجي مش هايل. بسوي لهم بروسيسنج هني سريع عن جلدي. شايف الخريطة مساحة زين. اشيل هذا
aber Electric Furnace. واحد يكفي، واحد يكفي. خليه يحطيه على خط بروحه. انزل هاشي يبا لبركنت، باخذ لي خط من هذا. عندي شيء؟ ما عندي زيادة. المشكلة بشوف الخط الزايد من هذا يكفي ان شاء الله. يكفي وعنا اللوبركنت. ليش اللوبركنت عندنا؟ ناي بالا حسبة في التركيز. تركيز خرافي بالا. هل تقولي بالي جرين سيركت بروحه بعد؟ زين عندي وايد الحمد لله ان عندي. زين بس هني اهم شيء يبى ستيل. وايد يبالي هاي جماعة، يبالي ستيل. اوكي ستيل الموضوع بسيط. إن شاء الله بسيط يكون. وين الإلكتريك فرنس مالي؟ هذا أحس شفته خلاص. واحد. زين نسوي إنتاج حقه هني. نسوي له سيرترز. لا مش هاي، مش هنا. لا لازم هاي، لابد. الموضوع قام شوي يعني يعقد شوي، فركزوا معي انا شو قاعد اسوي. اذا ما ركزتوا بتتعبون.
اوكي، واذا ركزتوا تتعبون. خلنا نشوف. اظني انصح الصحيح هاي كم بعيدتهم ممتازة الحين. رقم واحد لانه لحظة ماينك انه شو بيصير الحين هذا بيحط الجير في هذا احد يشيل منه شيء ثاني لا اوكي ممتاز اوكي كم هجوم عندهم لا ناقص والله كف عليهم دفاعاتهم صامدين الليزر والله سوى فرق الصراحة حتى ليزر زيادة هناك خلنا ننتج هذا نرجع السيل بعدين نتفاهم مع الباقي رجع هذا لا رجع هذا من هنا ابو اندر جراوند ما عندي نبا اندر جراوند هذا هني خلهم يروحون انزل نبى النيب هذا هاي من وين من هني دخل على هذا اشي ولا لحظة يبغى ستيب هاي يبغى اي ثاني انزين يرجع لين هني هاي شو يبا كم شغله بعد هني وايد شغله طيب هني ها كلهم بيستون بروحي ما اظني اتمنى اتمنى بس وقت الحلقه خلص وبكمل معاكم ان شاء الله في الحلقه الجايه مع كل المواد اللازمه له ان شاء الله في نهاية اليوم ترى بس يبقى الانجن ولا هذا حق الريسيرش يعني نشوفكم في حلقة قادمة على خير بإذن الله بنكمل بحث بنفسجي في السلام عليكم ورحمة الله